تيلي إقليم وجدة أنقاط. جينا اليوم باش نشاركوا في الورشات ديال الجامعة الصيفية لشبيبة التجمع الوطني الأحرار، ونحن جد فخورين بهذا المستوى العالي في هذا التنظيم، في هذا التجهيز ما شاء الله، وعقبال الدورات الأخرى إن شاء الله. ما صار ارتقاء سياسي جابوا التجمع الوطني الأحرار من أجل إصلاح الأوضاع المغاربة. اليوم حضرنا المرشح ديال المشروع الملعب العالمي والسي مصطفى الخياط، هم اللي اطروا هذه الورشه. يا لهم العمل والمعقول، يا احلام عقل وغناء. العلاقه ما بين الدوله وبين الشباب اللي هي متعلقه بخلق فرص عمل او خلق مقاوله، او العلاقه المتعلقه بالتعليم والتكوين، او العلاقه المتعلقه بلا بروتيكسيون سوسيال، هي اللي داخله في اطار مسار الثقه اللي هو مشروع التجمع الوطني الاحرار، واللي اشتغلنا عليه اكثر من 18 شهر، واللي نزلنا به الى جميع جهات المملكه، واللي اليوم في هذه الجامعه الصيفيه تنتكلموا عليه باش يكون واحد النقاش مع الشباب باش نزيدوا نحسنوه ونزيدوا به القدام. ما يشوفوش بان الهدف ديالهم الوحيد هو الخروج الى دول اخرى، وذلك بطرق اللي هي غير سليمه للصحه ديالهم، واللي تتخلينا نكونوا تبقى تضرنا قلبنا ملي تنشوفوا داك الشيء في المواقع الاجتماعيه، انه شباب الهدف ديالو الوحيد هو انه يحرق. هذا لا يمكن، خصنا نبدلوا هذا الموقف هذا. وباش نبدلوه، المسار الثقه مبني على ثلاث نقاط: العمل وخلق فرص العمل، التعليم والتربيه، وايضا لا بروتيكسيون سوسيال اللي غادي تخلي الشباب يرجع له التفاؤل ديالو في المملكه، في المغرب، في المؤسسات ديالو. وان شاء الله هذا هو الهدف من هذه الورشات اللي تنديروا اليوم.